تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری پیاری دوستوں میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میری پیارے عزیز دوستوں, رات کو دو لہسن سوئی میں ڈال کر آپ کو اس جگہ رکھ دینا ہے. آپ کے گھر صبح ہوتے ہی دولت ہی دولت آنی شروع ہو جائے گی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے گھر میں غربت ہوگی, تنگ دستی ہوگی, غریبی ہوگی, پریشانیاں ہوں گی, بے برکتی ہوگی, تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ بے برکتی دور ہو جائے گی, گھر میں برکت ہوگی. تنگ دستی اور غریبی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دو لہسن اور ایک سوئی کا یہ عمل کیسے غریبی کو دور کر سکتا ہے, تنگ دستی کو کیسے ختم کر سکتا ہے. آپ کی پریشانی دور ہو جائیں گی, آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا. عمل کا طریقہ آپ کو اچھے سے ٹھیک سے سمجھنا ہوگا. میرے پیارے دوستوں, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پاورفل وظیفہ بتائیں گے, یہ عمل بتائیں گے, اور آپ کو سننا بھی, ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنائیں گے ایک پاورفل وظیفہ. اس لیے آپ دھیان سے سنیں, پہلے آپ سن لیں. انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو سنتے سنتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی, آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی, آپ کے دل کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی, آپ کے ہر دعا قبول ہوگی. پیارے دوستوں, آپ سن لیجئے. سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ عمل بھی ہم لوگ جانیں گے اور ہم لوگ دعا بھی کریں گے, ٹھیک ہے. بہت پیاری یہ ویڈیو ہے, آپ لوگ اس ویڈیو میں پورا دیکھیے اور بنے رہیے آخر تک. انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجت کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے پیاری دوستوں, وظیفے کو دھیان سے سنیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس, ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر, ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة, والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم,
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى أحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذ جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أموت بالله صدق الله العظيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. پیارے دوستو آئیے اب ہم آپ کو لہسن کا عمل بتا دیتے ہیں. آپ کو دو دانے لہسن کے لینے ہیں. اس پر آپ کو پیارے دوستو تین بار کوئی بھی درود شریف پڑھ کر دم کر دینا ہے. پھر آپ کو بسم اللہ یا رزاق یا غنی اس کو آپ کو 30 بار یعنی کہ 30 ٹائمز پڑھ کر دم کرنا ہے اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دینا ہے. اور پھر اس لہسن کو آپ لوگ کھانے میں استعمال کریں, پکا کر کھائیں, ٹھیک ہے پیارے دوستوں, یا پھر سوئی میں ڈال کر گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں یا چھت کے کسی کونے میں رکھ دیں. چھت کے کونے میں نہ رکھ سکیں تو کمرے کے کونے میں رکھ دیں, ٹھیک ہے پیاری دوستوں, یا گھر کے کونے میں رکھ دیں. اور آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے وظیفہ سنا آپ سب کا وظیفہ ہو گیا. اگر آپ نے غلطی سے بھی کہیں سکپ کیا ہوگا تو دوبارہ سے اچھے سے سن لیجئے, تب آپ کا وظیفہ ہوگا پیارے دوستوں. اور اگر آپ نے اچھے سے سن لیا تو مبارک ہو, آپ کا وظیفہ ہو گیا. آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کے ہر نیک و جائز حاجات پورا فرمائے, ہم سب کے روزی رزق میں, علم و عمل میں, صحت میں, عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے, روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے دوستوں کامنٹ باکس میں آمین لکھے, ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.